صباحكم فلو ياسمين، صباحكم طاقة إيجابية، صباحكم برشا ذبذبات مزينة، ونخدموا الحقيقة كل يوم على طاقتنا وعلى نفسيتنا بما فيها الحركات اللي كنا نراو فيهم. تحية خاصة سبيسيال برشا للكوتش ريم البوسيلمي. هوني نرجعوا باش نحكيو مجتمع مدني، الحقيقة واحدة من الجمعيات الناشطة واللي كل مرة ترجع لنا يكون فما تتويج ويكون فما استحقاق ويكون فما خدمة مزينة نثمنها إن شاء الله عبر المداخلة هذيا. صباحك فلو ياسمين مدام بوثينة، دونك أنت تمثل بحدنا اليوم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، عضو بهيئة الجمعية. مرحبا. صباح النور، صباح الفل، صباح ورد وياسمين، والورود اللي جبتهم لنا مدام بوثينة مشكورة، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة عايشة، وصباح الفل لجميع المشاهدين. نشكرك برشا على الحضور، نشكركم على تلبية الدعوة، والحقيقة خليتوا صباحنا فاوح بالورد هذه، مشكورين مرة أخرى. على الجانب الأيمن مدام بوثينة عندنا زوج بنيات متوجات كالعادة، أريج زواري تلميذة بالسنة الثانية ثامنة عفوا أساسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية خزندار. صباح الفل أريج. صباح الخير. مرحبا بك. مرتاحة ولا حاش ما؟ مرتاحة. مرحبا. وقمر عرعار قموره بحذينا بنوته صغرونه محليها، قمر عرعار تلميذه بالسنه الثانيه اساسي بمدرسه خاصه بحلق الواد تونس. عسلامه قمر. عسلامه. حاضر قمر؟ اي. باش نحكيو؟ اي. نسمعوك صويت المزيانه؟ اي. باهي اريج ما حيلناش معاها، ما هي خاطر صغرونه. خاطر هي صغرونه باش نشوفوها حاضره ولا مش حاضره معنا، اما محليكم الزوز. نرجع لك بوثينة، نحطوا في الاطار الصغيرات هذوما وتتويجاتهم ونجاحاتهم، وقبل ما نجيو للتتويجات كالعاده نحب نعمل وقفه خاصه عند الجمعيه التونسيه للتكنولوجيا التربيه الحديثه. خلينا نتوقفوا عند الجمعيه، نشاطها، اهدافها، رهاناتها اللي ما شاء الله متجده. الحمد لله. الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة هي جمعية رائدة في تونس، اختصاصها هي توظيف التكنولوجيا في التعليم وما رفع المحو الأمية الرقمية. رهاناتها هي كما تشوف معناتها عدة مسابقات وعدة ملتقيات سواء وطنية سواء دولية، خرجنا حتى للجزائر كان أول ملتقى معنا في الجزائر، وعندنا زادة مبادرة افتراضية، والجمعية تنشط في تونس وخارج تونس سواء محلي سواء عن بعد. أي وأحلى ما فما في الجمعية هذه أنكم تراهنوا على الصغيرات هذوما، وقلت حاجة مزيانة، مش كان مبادرة لكن صغيرات تونس، يعني اليوم كأنكم توحدوا شوية أطفال الوطن العربي. أي هذاك هدفنا، احنا نحب التوحيد معناتها، وأطفال الوطن العربي يشاركوا ويعطيونا كل ما عندهم من إبداعات ويوريونا شنو مخزونهم الثقافي الاجتماعي التكنولوجي الرقمي. يعني ما شاء الله بالحق شفنا برشا إبداعات تونسية وحتى وطنية عربية. الأطفال بصراحة إبداعات تبهر. أي. تبهر يعني. وكم مدام بوثينة ساعات صغيرات، لأنه ساعات احنا نقولوا مازالوا صغار، مازالوا مازالوا ما عندهمش حتى المهارات الكافية، ما تلقاوش تكوين. يعني ساعات تلقاهم موهوبين بالفطرة. سبحان الله، هي تلقاهم موهوبين بالفطرة. واحنا سنة في مسابقة رمضان بنكت بلد العربي زدنا مسابقة جديدة اللي هي صنعة بلادي المجدية. أي. اللي فيها الفخار والنسيج ورسم صورة لبلادي، حقيقة إبداعات غير عادية. يعني شفنا اي فاجئونا فاجئونا. دونك اليوم عندنا تتويجات للمسابقه هذه، المسابقه اللي قبل ما نجي للصغيرات خلينا نشوق سيد المشاهدين شويه، كانت عندها صيغه اصغر خلينا نقول، ثم انفتحت وليت اشمل، بعد شمولي وبعد اوسع. نحكيو عن النسخ الاولانيه مدام بوثينة حتى نوصلوا للنسخه الحاليه. في النسخه الاولى عملنا معناتها المسابقه ركزنا على المسرح والروبورتاج. النسخه الثانيه زدنا مع الروبورتاج سكراتش، برمجه السكراتش. في النسخة الثالثة مع السكراتش ومع الروبورتاجات زدنا مسابقة روبورتاج تراث بلادي اللي نجحوا فيها البنيات، ومسابقة صنعة بلادي المجدية اللي هي متقسمة على ثلاثة مراحل، مرحلة النسيج، مرحلة الفخار، ومرحلة رسم صورة بلادي. مهم جدا يظهر لي هذايا اليوم انه نرجعوا للتكنولوجيا والرقمنا وتوظيفها، وقلت كلمة نحب نرجع لها زادة، محو الأمية. اليوم الرقمية. الأمية راهي رقمية، اليوم راهو الأمية تاخذ شكل آخر. خليني نرحب بضيفاتي من الجانب اليمين، مبروك مرة أخرى أريج. كيفاش شاركت بالمسابقة؟ كيفاش سمعت بها؟ أستاذتي في مادة الفيزياء مدام
فاش بالي هي اللي علمتنا بالموسيقى هذه. انا حقيقه تحمست كي سمعت بها وحبيت اني نشارك. انتما تقراو اعلاميه ريج يعني في المستوى السنه السابعه اللي تبداو تقراوها؟ حتى ميسي زينه بداو نقراو الاعلاميه. وبخلاف هذه انت مغرومه؟ اي انا مغرومه، حبيت ناخذ التجربه. شنو تعمل مثلا في الدار؟ تصور وحدك بالبورتابل؟ تنجم تعمل محتويات وحدك؟ منتج فيديوهات ونركبهم يعني باش نصنع يعني محتوى. ما شاء الله عليك كريس، يظهر لي باش تجيب حدينا تعمل تربص لهنا في التلفزه الوطنيه بهالمهارات هذيا. دونك المسابقه شنو اللي عجبك فيها من الاول؟ وخفت ولا ما خفتش اريس باش تلقى روحك يعني في سباق مع عدد كبير من صغيرات اصغر منك اكبر منك قدك؟ حقيقه خفت، اما يعني حبيت اني نجرب يعني نحاول وممكن يعني اني ننجح فيها. ومن مدرستك فما مشاركين اخرين؟ اي فما، نعرفش مش برشا هما المحل، ما فما شكون شارك. ممتاز. كنت تتوقع انك باش تكون في المراتب الاولى؟ اي اي بكل ما يسمح لها معقويه الصغار. ليش شاركت انت اريج؟ احكي لنا شويه على التجربه بتاعك وعن الصور. زملائنا في الاعلاميه يا ريت لو كنا نراو الصور هذه. قل لي ليش شاركت؟ شاركت بريبورتاج على ولاية القيروان، عرفت فيه تاريخها الثري والزاخر بالمعالم الأثرية اللي فيها واللباس التقليدي والصناعات التقليدية والعادات التقاليد نتاع السكان في الجهة هذه. اي دونك والصور اللي اخترتهم وانتقيتهم أنت صورتهم ولقيتهم حاضرين ولا عملت هكا؟ صورت منهم وفي واحدين يعني أنا خرجتهم وركبتهم وحيت منهم وزدت. علاش القيروان أريس؟ خاطر القيروان انا كي جيت من الاول نحوس على يعني البلاد الولايه اللي باش نحكي عليها، لقيت القيروان خاطر فيها ما نحكي يعني فيها برشا حاجات نجم نحكي عليهم. ممتاز. ويظهر لي كل الذكاء مدام بثينه هو في هذا زيدا انه اليوم في الاختيارات تكون موفقه. هاو نزيدو نفهموا احنا اكثر الحكايه مع قموره. قميره انت شنو اخترت؟ شنو المسابقه باش شاركت فيها؟ انا شاركت في جامع الزيتونه. جامع الزيتونة، ايه؟ وانت منين تعرفوا جامع الزيتونة؟ شكون اللي حكى لك عليه ولا تعرفوا ولا مشيت له؟ لا، خاطر بابا يعيش في تونس، احنا قررنا نمشيو جامع الزيتونة. ايه؟ وكيفاش تمشيو جامع الزيتونة؟ يعني انت مشيت صورت ولا؟ مشينا احنا وبابي، عملنا برشا حاجات، بابا يصور فينا من. ايه؟ وصورت. وشو اللي شارك انت قموره؟ يعني الجامع عجبك؟ الكابينيه هكا من برا دخلت لداخل وشفت البهو الداخل، شفت معناها التفاصيل اللي فيه، شفتك الزخرف الديكور، تفرجت؟ اي عجبك؟ عجبني. عجبك. دونك انت شنو حبيت تقول على الجامع في المسابقه هذيا؟ انا عجبني برشا، عجبني برشا، في برشا حاجات ما نجدد. وصحابك وريتهم انت الروبورتاج اللي عملته على على الجامع؟ اي الصور اللي عملتهم على الجامع نتاعك به نتاعنا الكل الجامع. قل لي يا قمر، نشكرك برشا على بحليهم صغار بالحق سون تري سبونتاني. انا اللي شدني في هذا انهم قاعدين يسوقوا من غير ما يعرفوا. أي. قاعدين يكونوا سفراء مدام بوثينة من غير ما يعرفوا. صحيح. يعني اليوم اذا قالوا صغار هذوما حاجه نصدقوها، فما بالك اذا كان يقولوا حاجه والحاجه هذه على تونس وتنتشر للعالم اجمع يسمح. صحيح. وهذاك هدفنا احنا في الجمعيه انه نعزوا الهويه الوطنيه التونسيه. حتى الصغيرات باش يكون عندهم موروث تونسي ثقافي اجتماعي، معناتها باش يتعزوا اكثر بتونس بوطنهم، يخليوا تونس تكون ان شاء الله يا ربي ديما في الاعلى. نحبوا تونس نوصلوا معناتها نخليوا بلادنا هي تراثنا، تراث اجدادنا، نحافظوا عليه، تقاليدنا، عاداتنا. هذوما من الرهانات والاهداف اللي خدمتوا عليهم. لانه اليوم مهم جدا انه نشتغل على الرقمنه، الاهم انه نوظف الرقمنه هذه لاهداف اخرى نبيله، وحتى خليني نقول هذوما ملفات دوله يعني وطنيا، مشاريع وطنيه كبرى سياحيا والتعريف بالجهات المركزيه، يعني هذا الكل عملوه الصغيرات بطريقه عفويه. بطريقه عفويه توا احنا تونس توا احنا كبار. فما ولايات ما نعرفوهاش، لكن بالروبورتاجات ما شاء الله ولات معناتها تعرفت الجهات التونسيه، تعرفت الولايات التونسيه من كل النواحي، من معالم تاريخيه، من عادات وتقاليد تونسيه، لباس تقليدي، يعني حتى في الوطن العربي اللي ما يعرفش تونس ولا يعرفها. ممتاز. وهذه باش يحسك اريج هذه، تو انت اكبر شويه من قميره، يعني
اليوم انك تكون بنوته تونسيه وسنة ثانية من بديتها كتستوعب وتفهم، وحتى في الانتاج يجيكم قدم. انا نتذكر ولدي مثلا جاي في الانتاج الكتابي زرت القيروان تحدث عمره هكا ولي سنة ثامنة. دونك قول لي اريز، يعني شنو احساسك وقت اللي تقدم جزء من بلادك تصويره على بلادك وتنجم التصويره هذه توصل الملايين في العالم؟ نحس بالفخر اني انا نكون يعني اني انا نسوق السياحه التونسيه واني انا نوري بلاد يعني ولايه من تونس اللي هي ولايه مزينه برشا كما قالوا. ممتاز. وطلعت اريز يعني على تجارب المتنافسين معاك اصحابك اللي يشاركوا في المسابقه، شفت انت انفتحت شويه على تجاربهم هما شنو عملوا شنو خدموا؟ الحقيقه مش برشا، ما اي حاولت. قول لي قمرك بعد المسابقه هذه شنو نجمو نعملوا؟ يعني نواصلوا ونخدموا هكايا ونشاركوا ونربحوا؟ اي باهي النجاح؟ باهي. فرحت برشا؟ فرحت برشا برشا. وانت قلت لي قبيله بابا وقلت لي بابي، شكون منهم تو بابا ولا بابي اللي هزك للجامعه؟ بابا هزني للجامعة واحنا بابي برمجنا الفيديو وبابا يصور فينا. يا لله يا لله يا سيدي. هو بابي راه من شيوخ جامع الزيتونة. انا نسخايل يعني يصلي وكه هو هو من شيوخ ما شاء الله. اي تحية لي لله يعطيكم الصحة. محليكم اليوم انتم بحضرنا في التلفزة الوطنية باش نقول لكم برافو باش نوريو توانسة صغيرة في عمركم قداش ينجموا يكونوا محليهم وينتجوا حاجات بيديهم. الفيديو نتاعك وين نروه؟ وين نجمو نروه اريس؟ موجود هو على الجمعية التونسية حتى على صفحة اليوتيوب نتاع الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة وصفحة الفيسبوك الكل حاطين فيهم. وسينو نجمو نروه على وسائل أخرى تيك توك وغيرهم اريس؟ انستغرام ولا؟ أنت ما هبطتوش. ما هبطتوش. عندهم حقوق الملكية الجمعية سيبوا لهم ريبورتاجات خلي يجنحوا خلي يحلقوا خلي يوصلوا للعالم أجمع. قولي ابو ثينا اليوم حتى نخدم الحقيقه اليوم انتم قاعدين تراو في الصغيرات هذوما عن كثب اليوم هذوما خريجي عنا زوز نماذج المدرسه العموميه والمدرسه الخاصه. اليوم التعليم نتاعنا هاو نماذج منه اي صحيح مشرفه اقل حاجه نجم نقولوها انها مشرفه صحيح النماذج معناتها تلميذات التلميذ التونسي اليوم رغم كل الظروف والتحديات اللي نعيشوها واللي يعيشها التلميذ التونسي لكنه التلميذ التونسي بالحق عنا تلميذات ما شاء الله عليهم كفاءات وابداعات. اي وهنا نحييه وتأطير زيدا والمرافقه لانه بالحق انا عندي اطلاع عن كثب ونحيي رئيسه الجمعيه مدام ياسمين السكلي ما شاء الله عليها. يعني الكل بهيك الهاجس هذيك وبالدافع هذيك تاثر الصغيرات هذوما مهم جدا النقطه هذيا مدام بوسعيد المرافقه وفرض وقت نخلي مسافة حرية للصغار باش يبدوا. صحيح الأستاذة ياسمين السكلي يعطيها الصحة معناتها وأنا نشكرها من موقعي هنا لأنها فتحت المجال للناس الكل من أولياء من تلاميذ من مربين كيف كل الفاعلين التربويين باش وصلنا حققنا الحمد لله النتائج كيما هكايا وشفنا الإبداعات اللي كيما هكايا. يعني الحمد لله الجمعية التونسية التكنولوجيا التربية الحديثة توا ماشية في خطوة صحيحة من ناحيه التلاميذ حتى من ناحيه المربين. نعملوا في ملتقيات وعندنا توا ان شاء الله في فيفري ملتقى تعلم الحديث ان شاء الله للمربين باش نعاونوهم معناتها باش نخليو التلميذ التونسي ما يخفى عليه شيء. اي وعلم الاطفال وهم يلعبوا وهم يعني يلعبوا. انت تعرف لواحد من الرهانات عليها حتى سيد وزير التربيه اثناء رقمنا والتكنولوجيا فانتم موظفينها ويظهر لي من سنوات. اي من سنوات وتوا حتى من دروسنا ولات تفاعليه ولات رقميه في اقسامنا مع التلميذات وبالحق ونخليوهم نعطيو وفي المقابل ناخذوا نلقاو النتيجه ويظهر لي النتيجه والعطاء كما قلنا كبير برشا وساعات ماهوش حتى ما كنتش قارين له حساب ساعات تجي حاجه اللي تفاجئ. خلينا نختم معاهم مدام خينا نحايل معاهم نحايل معاهم نبدا بقمر. قمر شو نقولوا اللي تفرجوا فيك صاحباتك في القسم؟ خزري لهم في الكاميرا مقابلتك شو تقول لهم؟ باهي معنا عجبوهم شافوا ساره خدمتك؟ شافوها. قول لهم يعملوا كيفك قول لهم في النسخه الجايه يعملوا كيفك. ينجموا زادا يعملوا كيفي. صار ينجموا هما بيعطيتهم الضوء الاخضر. ينجموا. اريج الكاميرا مقابلتك اللي في عمرك شو تقول لهم يعني تشجعهم يخوضوا تجارب كيما هكا؟ نشجعهم انهم يحاولوا ويجربوا وما يخافوش ويبدعوا في مجالاتهم.
ويبدعوا ومحليها الاحساس. قول لهم محليها الانتشاء ومحليها الاحساس. يعطيكم مساحه. انا الحقيقه فخوره برشا كل ما تجيو بحذايا ونفرح برشا لاني تونسيه زاده، بانه التوانسه ينجموا يسمعوا العجب وينجموا يتحداوا ويخلقوا التالق والنجاح. عندنا تصاور مازالوا؟ اذا كان عندنا تصاور نشوفوهم. اي هذوما بعض الصور علقلنا عليهم مدام بثينه في الاثناء. اي هذه مسابقه فخار بلادي هيك موجوده اواني هيك فخاريه مزينه مزوقه يعني تعبر على تونس. عندنا هيك سيدي بوسعيد ديجا مصوره. اي هنا التتويج هيك مدام ياسمين سكلي مع مدام عواطف بن محجوب الاعلاميه اللي قدمت لنا الحفل. أي تحيه ليها. التتويج زاد التلميذه هذيا في وحصلت هيك على التروفي واشتراك في منصه التدريس. التتويج زاد لهنا مع اعضاء كافه اعضاء الجمعيه. هذوما الجوائز، مختلف الجوائز كانت متنوعه لانه المرتبه الاولى والثانيه وبقيه المراتب يعني جوائز مختلفه. هنا بعد اختي في الاختتام يعني عملت تورته نقولوا نحن بطعم النجاح. اي بطعم النجاح واحتفلوا يعني والحمد لله كانت كان حفل بالحق رائع جدا. كيف التتويج كيف اعضاء الجمعيه هنا من هيئه مديره من منسقين من مدربين ونحييهم الكل على مجهوداتهم. القفه التونسيه هذه النسيج بلادي يعني حتى من القفه التونسيه عملوا لنا النسيج نعرفوه احنا بالمنسج نتاع التلميذ العادي، لكن اكتشفنا ابداعات حتى في التطريز حتى في القفاف يعني ما شاء الله. صنعت الجديد وراء الصغار هذه باش تعيش ان شاء الله من خلال الصغيرات هذوما. مدام بثينه الحقيقه فنفرح برشا مره اخرى بحضوركم، يعطيكم الصحه ومشكورين على الورد. عايشك لانه الفعل الجميل تفوح منه زيد ريحه جميله ويخلي اثر مزيان. الاثر هذه ان شاء الله يتبني يتغرس بذره خير في صغارنا وصغيرات تونس الكل. مواصلين المشوار هذا يا طيوب وراجعين مباشره بعد